ملف يهود أوروبا وقتها اختلط فيه الديني بالسياسي بالاقتصادي، وبقت الجماعات دي اللي عايشين في جيتوهات منغلقة على نفسها ما عندهاش أوبشن الاستمرار بهذا الشكل. الدولة القومية خلت الحالات الشبيهة أمام اختيارين، يا إما الاندماج بما يعني إنك تدوب في الدولة أو الصدار. والمشكلة الأكبر إنها صحيح خيارات مطروحة، لكن مش شرط اللي تختاره أنت يحصل. ممكن تختار الاندماج بس المجتمع يبقى له شروط لا تستطيع الوفاء بها، ممكن تختار الصدام بس ما يكونش عندك مقوماته. يهود أوروبا بقوا هم في ورطة، ثم إنهم هم نفسهم ورطة، لا هم عارفين يعملوا إيه مع مجتمعاتهم ولا مجتمعاتهم عارفة تعمل معاهم إيه.